هدي أيام مملكة دولة هوسة قردو حي كوري جس جاري شبك لا علاقة تلاقي سلديقة دقمة داسي وربحنتن وحي ناسو دري عبد الرحمن محمد علي بلاك حفلت داني او لغو سو حرائي مشروع على راركي يغاري لغو وريجي سالليك بوليسك دقمة دا قردو ايا واحا كسو قيب قلي مدحة سريها دا دي دي جي مامولك دقمة دا قردو قودك بدبادة دا بلشدا سراكيش بوليسك اغا سيماها وكالد دا حوق كرونتادا اومد دا اي مسوليين كلي مستفع عمر ابشر مدحة يا دا دي دي جي قبل كركار ايا كاها لي بوقل لير يغاري شبقلاه او لغو وريجي سالليك بوليسك دقمة دا قردو كاسو قيبك مشروع بدبادين تا بلشدا او يا دا دي دي جي كو دو قبل كركار حفلة داس أو أه هيرتانكا برنامجكا ليركا أو أه بقول لير أمسكورة اللامبس ولا قفل يدق ماذا قرروا يين لو رجيو قاري لوجو ترى قلي بوليس كدق ماذا هاي هذا دي دي جي وهاي كشقة بلو ذي دق ماذا قرروا لبكون يلبي يتوان بيش أكتوبر حلي أنا هالكن نمي وأنا هالكن كفلنا لبا مشروع أو كل شقية لا بحب حبك كواد أو أهم مشروع شقية هبدك مه لنا شقية الدولة دهوسة إمام الكدق ماذا قرره مشروع عاس أو اللي يراه ده ديستريكت سيفيتي بروجكت وعنا فنجرية إيو مشروع على بعض وحوي هاي مشروع شقية حب حافظات أما كوميونيتي ليفل كاس أو أه برامج اللي يراه ده كوميونيتي سيفيتي كاس أو برشة اللي جبره خطرها والحها قرحة مينوينكا حلنت خلافاتك يوح يا الله المرأة داير محمد إسماعيل كحجانك ماذا حهيادة دي دي جي اي بوتلان ايا شاقين هيادة نمركي هوركاشا قنجر تايمين ساردة يكا هورتاقة وحيابها قرحا ويحي كدن بي لبدا كون يتضبضي وحا اي وريك تايم مشاريع دي جبنت علادة اي بدبادة داتكا ياند دي دي جي ومركي دي هوري داقنهان هايد هايدها مينة دبارة كان أوروريا مينة دميلها مينوين كوب بديهن دقال دخل عن وهي واجد دم يسوب الدشي إلى لبكون لبكون تضبطي هي أذق أن أنكو أكان من صارد وجدوبته سببها كأني علاد إن مين ميل رجوا حكينا علاد بركة إن لو سجود بدين عكلا أوها علاد إن لجبيو أمني جا يو بتبادل ضد كنا كل روق هذا هدي مركة خلافك علادو دمادو بنا عكلا وحسي رانيا مينون الله سو انت قال دعان ان هراء والحق الحائم ايش كسبحان ان لبكن يتضبضي اي هيد يسر ركتي نوعا اه انا كشقيسو يرينتا علادها شغاقوين كوتا هويسن غاني موسى جيلو كترسن وزارة دا أمنيغا أو كهال دي حفلة دانا أيا شيغي إن وزارة دا أمنيغا عيلا سعوتو برنامج دا لغو حوجين أيا أمان كوا يوضوهيا دا دي دي جي شغل يا إيسو قبتين إلا سو قبتين دي دي جي هلا كان مردال كيا دي نوفا دينو نوحا كروان هلا كان كان بلين يا وان لسو كو بكرين وزارة دا أمنيغ مروال بان إلا سعوتا إيشو كوايسا إن برنامج كاليرك أو سكورة لابسك أو هلك الوحي رأي مقالة قيبة هذا كالدوان إنه يتحرين دحال قلا أرين تاسي وزارة دا أبنغو مركي هوري دي دي تيالك نباني سينا ودوغ مقالة نوحو كاها قوب شوك إن وزارة دا أبنغو إيالك نقول بضر مريسي باهيدا ديقمدا نسيدي نبتقريدا تقولها ديقانك إيو بوليسكو ووضا شقين لهايين مروال بستياسة دا بوران سيقاد وامد متالي وزارة دا أبنغا ugu dambeyntii xafladdan ayaa waxa soo xiray gudoomiyaha degmada Qardho Maxamed Saciid Ciise hoggaamo barnaamijkan maanta aynu xafladiisa xirayno labada mashruuc ee layrka iyo wareejinta gaariga booliska oo saldhiga aan u talagalay runtu wuxuu ka mid ahaa mashruuc badan oo qoray waanu ka wada hadlaynaa anaga heeda dhidhi jumudo ka badna gudiga badbaadada deegaanka iyo waxgalad ka wada shaqeeyeen أنا أقول تارجت كلها أمنية. برامج كلها حكومة جريئة سلّي قبل لسه. رنتي مرة بدن سلّي كا مجال ضيع بقى مغضة. على شوي بدن نبغى نجيني ميلا بدن. وانا سلّي قبل لسه كوني أسمع بقول يصدق كي. ويبور كوا كويا لا. دولة دي سياط بره. هي دولة دي كده مهي. ولا ما تعرف سلّي قبل سيسي.
hay'adda DDG oo ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya magaalada Qardho ayaa waxa ay wada barnaamijyo kala duwan oo lagu xoojinayo nabadda iyo badbaadada bulshada. Si gaar ah waxa ay xog u saartay ka hortagga shaqooyinka ka dhacdhaca bulshada iyo xalintooda. Waxa ayna qabataa tababaro la xiriira habka xalinta khilaafaadka iyo dhexdhexaadinta beelaha. Bulshada ku nool magaalada Qardho ayaa si weyn u soo dhaweeyay mashruuca leerarka ee lagu xiray xaafadaha magaalada Qardho, waxaana loo mahadceliyay hay'adda DDG mashaariicda ay ka wado magaalada Qardho. عبد الرحمن محمد علي سومالي شانل قرلو.